بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على الشرائح بتاعه الادلت. وقبل ما نشوف صورهم تحت الميكروسكوب تعالى نعمل سكيمة بسيطه علشان نسهل التعرف عليهم تحت الميكروسكوب. يلا نبدا بسم الله في السكيمة دي. السكيمة دي بتقول لك ان لو جالك سؤال لشريحه ادلت لدوده ما وبيقول لك ايدنتيفاي الادلت ده ممكن يبقى حاجه من ثلاثه، يا اما ادلت السيستود، يا اما ادلت التريماتود، يا اما ادلت لي نيماتود. بالنسبة لشرائح الأدلت أوف سيستود عندنا شريحة واحدة بس بتاعت الإكينوكوكس جرانيلوزس. طب يا ترى يا ألف هل ترى في شريحة الإكينوكوكس جرانيلوزس هشوف إيه بالظبط؟ هتشوف سيستودا كاملة. وماذا تعني كلمة سيستودا كاملة؟ يعني هتشوف السيستودا اللي قدامك دي كاملة من رأسها إلى آخر نقطة فيها. وعايز أخد فاصل وأفكرك إن جسم الإكينوكوكس جرانيلوزس كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن سكوليكس الرأس ورقبة وثلاث سيجمنتات، سيجمنت اماتيور وسيجمنت ماتيور وسيجمنت جرافيت، وده بالظبط اللي انت هتشوفه تحت الميكروسكوب. جسم الإكينوكوكس جرانيلوزس كامل من رأسه إلى آخر نقطة فيه اللي هي الجرافيت سيجمنت بتاعته. هتشوف الرأس والرقبة وثلاثة سيجمنت اماتيور وماتيور وجرافيت سيجمنت. طب بالنسبة بقى للشرايح بتاعت التريماتود عندنا أربع أنواع من الديدان، اتنين بنتعرف عليهم من تحت الميكروسكوب واتنين بنتعرف عليهم من بره الميكروسكوب. اما بالنسبه للشرايح اللي انا بتعرف عليها من بره الميكروسكوب عندي اتنين، شريحه الفاشيولا هيباتيكا وشريحه الفاشيولا جايجانتيكا. اما في حاله الفاشيولا هيباتيكا بتشوف جسم بني واخد شكل القلب، افتكر هيباتيكا هارت، الهيباتيكا من بره واخده شكل الهارت الاتش مع الاتش. طب بالنسبه للفاشيولا جايجانتيكا هتشوف جسم كبير عظيم جدا للتريماتود، ومن اسمها جايجانتيكا فانت هتلاقي شكل الدوده اللي قدامك بره الميكروسكوب كبير جدا زي ما هنشوفه دلوقتي في صور الشرايح. اما بالنسبه بقى للاثنين اللي هنتعرف عليهم من تحت الميكروسكوب، الادلت بتاع الهيتروفس هيتروفس والشرايح بتاعه الشيستوزوما. بالنسبه لشريحه الهيتروفس هيتروفس سهله جدا، هتشوف كمترا جواها من تحت شويه حبات من السمسم، يبقى دي الشريحة بتاعت الأدلت هيتروفس هيتروفس، ولا تخلط بينها وبين الإج بتاعت الهيتروفس هيتروفس. الإج جاست عبارة عن حبوب سمسم متنطورة. طب بالنسبة للأدلت لا، الأدلت يوجد كمترة بداخلها بعض من حبات السمسم، يبقى دي الشريحة بتاعت الأدلت هيتروفس هيتروفس. بعد كده عندنا الشرايح بتاعت الشيستوزوما، والشيستوزوما احنا عندنا ثلاث أنواع من الشرايح. والله ممكن الشريحة تبقى الفيميل شيستوزوما، أو ممكن تبقى للإنكوبيوليشن بتاع الشيستوزوما، أو ممكن يبقى ميل شيستوزوما. يلا نبدأ في شرايح الفيميل. شرايح الفيميل شيستوزوما بشوف شريحتين، والله الفيميل ممكن تبقى فيميل شيستوزوما هيماتوبيام، يا إما ممكن تبقى فيميل شيستوزوما منصوناي. والسؤال المهم بل الأهم الذي قد يتبادر في ذهنك الآن هو أنا إزاي أقدر أفرق بين الفيميل هيماتوبيام والفيميل منصوناي؟ سهلة جدا، هنستخدم عاملين اتنين، عامل الحجم وعامل الشكل. اما بالنسبة لعامل الحجم ففيميل هيماتوبيام بتبقى اضخم واكبر من الفيميل منصوناي، عشان ما تتلخبطش فيها، هيماتوبيام اكبر من كلمة منصوناي، لذلك الفيميل بتاعت الهيماتوبيام حبالك اكبر من الفيميل بتاعت المنصوناي. كان هذا عامل الحجم. طب بالنسبة لعامل الشكل، الفيميل هيماتوبيام بتبقى واخده لك شكل القوس اللي قدامك ده، ادي قوس متني من فوق ومقفول من تحت. حتى بعض زمايلنا ممكن يقول لك الشكل ده عامل زي شكل حرف ب الرقعه، تمام. طب بالنسبه للفيميل منصوناي هتبان لك واخده شكل حرف الار، وممكن برضو بعضنا يشوف واخد شكل الدورق بتاع البايو، تمام. يبقى ازاي افرق بين شريحتين الفيميل هيماتوبيام والفيميل منصوناي؟ بالنسبة للفيميل هيماتوبيام أول عامل، عامل الحجم، بتبقى الفيميل هيماتوبيام أكبر من الفيميل منصوناي. بنفتكرها إزاي؟ كلمة هيماتوبيام أكبر من كلمة منصوناي. طب بالنسبة للشكل، الشكل هتلاقي إن الفيميل هيماتوبيام واخدة شكل حرف الباء الرقعة. وماذا يعني شكل حرف الباء الرقعة؟ القوس اللي قدامك ده المتني من فوق والمقفول من تحت. طب بالنسبة للفيميل منصوناي بتبقى أصغر، نعم، وبرضه بتبقى واخده شكل حرف الار، وممكن بعضنا يشوفه شكل دورق البايو. وفي علامه تانية
انك عندك في شرايح الفيميل شيستوزوما بيبقى في خط احمر غامق ماشي بطول الدوده. في حاله الشيستوزوما هيماتوبيوم الخط الاحمر الغامق ده بيوصل لحد نص الدوده. اما بالنسبه لشرايح المانسوناي فيميل مانسوناي هتلاقي الخط الاحمر الغامق ده واخد الدوده كلها. بالنسبه لشريحه الشيستوزوما انكوبيوليشن دي من اسهل الشرايح اللي عندك، بتشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ بتشوف فعل فاضح تحت الميكروسكوب، ميل حاضم في ميل، فعل فاضح تحت الميكروسكوب، دي الشيستوزوما انكوبيوليشن. اخر شريحه في الشيستوزوما الميل، والميل ما تنساش انه ميل هيماتوبيوم، مفيش ميل مانسوناي، مفيش ميل مانسوناي، مفيش ميل مانسوناي. ميل المانسوناي في الامتحان العمل السنه دي لا محل له من الاعراب. اما اللي ليه محل عندنا من الاعراب في الشرايح هو الميل بتاع الشيستوزوما هيماتوبيوم، وده شريحه سهله جدا بتلاقيه واخد يا اما شكل حرف السي اللي قدامك ده، او ممكن تقول عليه واخد شكل الهلال. يبقى تو سامرايز، الشيستوزوما يا اما تبقى في ميل، يا اما تبقى انكوبيوليشن، يا اما تبقى ميل. الميل عندنا شيستوزوما هيماتوبيوم ولا مانسوناي ميل؟ لا، عندنا هيماتوبيوم. بياخد شكل ايه؟ بياخد شكل القوس او الهلال. طيب بالنسبه لشريحه الانكوبيوليشن بشوف فعل فاضح داخل الشريحه، ميل حاضن في ميل. طب بالنسبه لي الفي ميل، الفي ميل عندنا شيستوزوما هيماتوبيوم في ميل وشيستوزوما مانسوناي في ميل. بفرق بينهم ازاي؟ ثلاث عوامل. العامل الاولاني عامل الحجم، الهيماتوبيوم اكبر من المانسوناي. طيب تاني عامل، عامل الشكل. في ميل هيماتوبيوم بتبان لك شكل حرف الباء الرقعه اللي هو قوس متني من فوق ومقفول من تحت. اما بالنسبه لفي ميل المانسوناي بتلاقيها واخده شكل حرف الار، وبعضنا ممكن نشوفه شكل الدورق بتاع البايو. طيب تالت عامل، العامل الهديه اللي انت ممكن ما تركزش عليه، ان بيبقى فيه في شرايح الشيستوزوما في ميل خط احمر غامق بطول الشريحه. بتلاقي الخط الاحمر الغامق ده واصل لحد نص الفيميل هيماتوبيوم، اما في حاله المانسوناي واخد الدوده كلها من اولها لحد اخرها. تعالوا نخش في الشرايح بتاعت الادلت بتاعت النيماتود. واول نيماتود عندنا هي الاسكارس لامبريكويد، وشرايح الاسكارس حاجه من اربعه: انتيريور اند اوف اسكارس، بوستيريور اند اوف اسكارس، كات سكشن في الميل بتاع الاسكارس، وكات سكشن في الفيميل بتاعت الاسكارس. طيب تعالى نبدا كل واحده منهم كده بالتفصيل. بالنسبه لشريحه الانتيريور اند اوف اسكارس بتبان لك بالمنظر اللي قدامك ده، هو حرف ام. هذا الحرف الام له ميزتان، الميزه الاولى انه واسع من تحت وكل ما انت عمال تطلع لفوق عمال يضيق، والميزه الثانيه ان في قمته ممكن تلاقي حاجه عامله زي بق السمك. طب بالنسبه للبوستيريور اند اوف اسكارس بتلاقي مثلث احمر ضخم، المثلث الاحمر الضخم ده لو الشريحه اتحركت سنه هتلاقيه غارس في كتله زرقاء، تمام؟ وان كان وجود المثلث الاحمر الضخم ده يكفي انك تجزم ان الشريحه اللي قدامك هي بوستيريور اند اوف اسكارس لامبريكويد. يبقى الانتيريور اند بتاعت الاسكارس حرف ام، من تحت واسع كل ما بتطلع لفوق عمال يضيق، وفي مقدمته حاجه عامله زي بق السمكه. طب بالنسبه للبوستيريور اند، البوستيريور اند هتلاقيها مثلث احمر ضخم، العلامه دي لوحدها تكفي ان الشريحه بتاعتك 100% بوستيريور اند اوف اسكارس لامبريكويد. عايز بقى تتاكد بنسبه 200% هتعمل ايه؟ الشريحه اتحركت سنه صغيره هتلاقي المثلث الاحمر الضخم ده غارس في كتله زرقاء، يبقى دي 200% الشريحه بتاعه البوستيريور اند اوف اسكارس لامبريكويد. ثالث ورابع شريحه شرايح القط سكشن. واول سؤال تساله لنفسك، ماذا تعني كلمه قط سكشن؟ قط سكشن تعني المنظر اللي قدامك ده، مجموعه من الدوائر الصغيره متحوطه بدايره اخرى اكبر منها. طيب ازاي افرق بين القط سكشن في الميل بتاع الاسكارس والقط سكشن في الفيميل بتاعه الاسكارس؟ بكل بساطة هستخدم عاملين اتنين، سمك الدايرة اللي هي دي الدايرة المحوطة الدوائر الصغيرة، والحاجة التانية هل يوجد دايرة أخرى أكبر من هذه الدائرة محوطاها، وهل يوجد بينهما سبيس ولا لأ؟ تعالى نبدأ في الكات سيكشن بتاع الميل أوف أسكارس. أول حاجة بالنسبة للممبرين اللي هو الدايرة دي هتلاقيها السك ومحوطة عدد أصغر من الدوائر. طب هل يوجد دايرة أخرى هتلاقيها محوطاها ويوجد بينهما سبيس؟ كلا والف كلا وكل كلا على كلا. بتلاقي جاست عدد كبير جدا من الدوائر السميكه
جواهم دوائر اصغر منها. طيب بالنسبه للكات سيكشن بتاع الفيميل، اول حاجه الدايره دي بتبقى سن، دي الدايره دي. تاني حاجه بلاقي سبيس بين الدايره ده ودايره تانيه اكبر منها. لو شفت المنظر ده قدامك، دايره وبعدين سبيس وبعدين دايره جواها دوائر صغيره، يبقى انت مليون في الميه كات سيكشن في الفيميل بتاعت الاسكارس. يبقى يا دكتور هل انت هتتلخبط في يوم من الايام من كات سيكشن ميل اسكارس وكات سيكشن فيميل اسكارس؟ كلا والف كلا وكل كلا على كلا. ليه؟ لان انا قلت لك عندك عاملين، اول حاجه سمك الدايره اللي محوطه الدوائر الصغيره دي، والله لو هي سميكه يبقى انت 100% ميل اسكارس كات سيكشن. طيب هل يوجد سبيس بينها وبين دايره ثانيه براها؟ كلا والف كلا وكل كلا على كلا. معنى كده ان دي كات سيكشن في الميل بنسبه مش مليون في الميه، يا سيدي قول رقم مليار في الميه. مليار في الميه دي شريحه كات سيكشن في الميل. طب بالنسبه للكات سيكشن في الفيميل، هتلاقي الدايره المحوطه الدوائر الصغيره الممبرين ده هتلاقيه رفيع سن، وبرده في علامه ثانيه هي دي اللي بتحلف لك بالله ان دي كات سيكشن في الفيميل. ايوه سامعك، هو بتقول في دايره بعدها سبيس بعدها دايره ثانيه محوطه دوائر صغيره، الدايره اللي محوطه دوائر صغيره دي سن، وكمان الدايره اللي بره دي سن. معنى كده ان الشريحه دي كات سيكشن في الفيميل بتاع الاسكاريس لامبريكويد. بعد كده عندنا الشريحه بتاعه الادلت فيميل انتروبياس فيرميكولاريس، والشريحه بتاعه الفيميل انتروبياس فيرميكولاريس بتتعرف بعلامتين مختلفتين، وعايز اكد لك ان علامه منهم تكفي انك تجزم ان الشريحه اللي قدامك الفيميل انتروبياس فيرميكولاريس. طيب ويا ترى ايه هما العلامتين دولت؟ عندنا علامه من قدام وعلامه من ورا. اما بالنسبه للعلامه اللي من قدام هو شكل الاسوفيجاس، دبل بالب اسوفيجاس، بتلاقي بالب وتحته كمان بالب كده اهو، الاسوفيجاس بتاعها دبل بالب اسوفيجاس، ودي اللي غالبا هتلاقي الشريحه مظبوطه عليها في الامتحان. طيب بالنسبه للعلامه اللي من ورا هو الاند بتاعتها بتبقى بوينتد اشبه بالدبوس، حتى لو انت فاكر في النظري كنا بنقعد نغني مع بعض الانتروبياس فيرميكولاريس هي الدوده الدبوسيه بحرف الدي، ليها دبل باربد اسوفيجاس بحرف الدي، وبيضتها واخده شكل الدي شيب اكسترا اكسترا لحد ما نوصل لتحيه لاي حد اسمه بيبدا بحرف الدي. يبقى الانتروبياس فيرميكولاريس فيميل بعرفها بعلامتين مختلفتين، وعلامه واحده منهم تكفي ان انا اقول ان الشريحه اللي قدامي دي هي انتروبياس فيرميكولاريس فيميل. عشان اتاكد بنسبه 100% هلاقي الشريحه مظبوطه على الاسوفيجاس وهلاقيه دبل بالب. عايز تتاكد بنسبه 200% هتلاقي الاند من ورا بوينتد. تعال نخش على الادلت اللي بعد كده اللي هي الترايكينيلا سبايرانس. اول حاجه ايه هو موقع الترايكينيلا سبايرانس من الاعراب؟ الموقع بتاعها ان دي الدوده النيماتودة اللي رفعها رفع الشعرة. كلمة ترايكينيلا تعني شعرة، يعني افهم من كده ان المنظر اللي هشوفه في الميكروسكوب هي دودة رفيعة جدا 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 برفع الشعرة بالظبط. والترايكينيلا سبايراليس دي ممكن تبقى فيميل او ممكن تبقى ميل. لو بالنسبة للفيميل ترايكينيلا سبايراليس هتلاقي دودة رفعها رفع الشعرة، وبتبقى واخدة المنظر اللولبي ده قدامك او شكل حرف الاس تحت الميكروسكوب، او في شريحة تانية اتشافت قبل كده بتبقى واخدة شكل القوس المستطيل ده، خط وبعدين خط عمودي نازل عليه وبعدين خط عمودي تالت نازل عليه شكل القوس المستطيلي اللي قدامك ده، وان كانت الاغلب اللي انت هتشوف في الامتحان الشكل اللولبي ده هو. طب بالنسبة للميل ترايكينيلا سبايراليس، الميل بتاع ترايكينيلا سبايراليس موقعه من الاعراب انه رقم واحد بيبقى رفع الشعرة، رقم اتنين صغير، ورقم تلاتة ان بتلاقي الشكل بتاعه شكل حرف البي ده هو. يبقى الترايكينيلا سبايراليس موقعها ايه من الاعراب؟ انها فيري سن رفع الشعرة. لو الترايكينيلا سبايراليس اللي قدامك في ميل هتلاقيها تحت الميكروسكوب واخده المنظر اللولبي ده هو، او واخده شكل القوس المستطيل ده هو، والاغلب هتشوف الشكل اللولبي ده. طيب عايز علامات تانية بتبقى طبعا اكبر من الميل ويبقى رفعها رفع الشعرة. طيب بالنسبة للميل، الميل ليه ثلاث محلات من الاعراب مهمين جدا. المحل الاولاني من الاعراب ان الميل بتاع الترايكينيلا سبايراليس بيبقى فيري سن برفع الشعره، المحل الثاني انه بيبقى اصغر من الفيميل بتاعه الترايكينيلا سبايراليس، والمحل الثالث من الاعراب
ان الميل بتاع الترايكولاريس بايريلس بيبقى واخد شكل حرف البي. بعد كده عندنا الادلت بتاع الترايكولس ترايكورا، والترايكولس ممكن تبقى ميل او ممكن تبقى فيميل. اول حاجه المحل بتاع الترايكولس ترايكورا من الاعراب ان شريحه الميل من بره بتبقى واخده شكل القرباج. وماذا تعني كلمه قرباج؟ قرباج يعني جزء رفيع وجزء تخين زي القرباج. طيب بالنسبه للمحل الاعرابي بتاع شريحه الترايكولس ترايكورا فيميل بتبقى واخده شكل الهلال من بره. طيب تحت الميكروسكوب الميل بلاقيه كويلد بالمنظر اللي قدامك ده. طب بالنسبه للفيميل هتلاقي مثلث لونه غامق او خطين متوازيين لونهم غامق، ولو انت دققت قوي وعندك عين صقر هتقدر تشوف المنظر ده قدامك، مجموعه من المستطيلات المتوازيه داخل جسم الفيميل. يبقى الترايكولس ترايكورا ايه موقعها من الاعراب؟ والله لو هي ميل هتبقى من بره شكل القرباج واضح جدا، اما لو هي فيميل هتبقى اقرب الى شكلها من الهلال. طب الميل مش هو قرباج من بره؟ بيبان تحت الميكروسكوب ازاي؟ بيبان كويلد بالمنظر اللي قدامك ده. طب بالنسبه للفيميل بتبان عندك شكل خطين متوازيين غامقين او مثلث غامق، وداخله لو انت عينك نظرك قوي جدا هتلاقي مجموعه من المستطيلات المتوازيه بالمنظر ده كده اهو. اخر ادلت عندنا هي الادلت بتاع الانكيلوستوما ديودينال، ودي برضو ليها انتيريور اند اللي هي البقه الكبسول بتاعتها، وليها بوستيريور اند اللي هي الكوبيولاتوري بيرسا بتاعتها. بالنسبه للبقه الكبسول الشريحه بالظبط هتبان لك بالمنظر ده كده اهو، دوريه لونها باهت متحوطه بالجسم بتاع الدوده اللي بيبقى لونه غامق. يبقى البقه الكبسول دوريه باهته او فاتحه متحوطه بالجسم بتاع الدوده اللي بيبقى غامق قليلا. طب بالنسبه لشريحه الكوبيولاتوري بيرسا، الكوبيولاتوري بيرسا بتلاقي المنظر ده قدامك، ممكن نسميه فروع الشجره، ممكن نسميه رجل الفرخه، او ممكن نسميه ايد الشبح. يبقى دي الشريحه بتاعه الكوبيولاتوري بيرسا بتاعه الانكيلوستوما ديودينال. البقه الكبسول دوريه باهته متحوطه بجسم الدوده اللي بيبقى لونه غامق. طب بالنسبه للكوبيولاتوري بيرسا المنظر اللي قدامك ده بعضنا بيسميه فروع الشجر، وبعضنا بيسميه ايد الشبح، وبعضنا بيسميه منظر رجل الفرخه. تعالى نبدا بقى يا بطل نشوف صور الشرايح تحت الميكروسكوب. وعايز افكرك عشان تتعرف على شريحه ادلت انت لازم تعمل ايه. اول حاجه تحدد انت سيستود ولا نيماتود ولا تريماتود، تاني حاجه تحدد الدوده دي اسمها ايه، واخر حاجه بقى تحدد هل هي انتيريور اند ولا بوستيريور اند ان كانت الحاجات دي موجوده. يلا نبدا بسم الله بالصوره اللي قدامنا دي. الصوره اللي قدامنا دي زي ما انت شايف، شايف سيستود ولا نيماتود ولا تريماتود؟ طبعا واضح قوي منظر السيجمنتات اللي قدامك دي، فهي دي ادلت سيستود. زي ما انت شايف الجسم قدامك مكون من راس وادي الرقبه وادي ثلاث سيجمنتات، يبقى 100% دي الاكينوكوكاس جرانيلوزس الادلت بتاعه السيستود. بنشوف سيستوده كامله عباره عن راس ورقبه وثلاث سيجمنتات. الشريحه اللي بعد كده المنظر اللي قدامك ده ايه محلها من الاعراب؟ انها نيماتود. بتاعه مين؟ بتاعه الانتروبياس فيرميكيولاريس. عرفت منين؟ علامه من قدام الدبل بالب اسوفيجاس، علامه من ورا البوينت التالي، يبقى دي الفيميل ادلت بتاعه الانتروبياس فيرميكيولاريس. تعال نشوف المنظر اللي قدامك ده، شكل حرف الام او شكل الجبل، من تحت سميك ومن فوق رفيع. لو انت دققت من قدام في قمته هتلاقي فراغ بين قطعتين عاليين عاملين بالظبط زي شكل بق السمك. يبقى حرف ام او جبل من تحت تخين كله عمال فوق عمال يرفع اهو، ومن قدام لو انت يعني نظر قوي شويه هتلاقي في فراغ عامل زي بق السمك. طيب بالنسبه للصوره اللي قدامك دي كمتره مليانه سمسم، يبقى على طول الادلت بتاع الهيتروفس هيتروفس. بص معايا للصوره دي، مثلث احمر كبير، يبقى كده بنسبه 100% دي شريحه البوستيريور اند بتاعه الاسكاريس لامبريكويد. طيب عايز تتاكد بنسبه 200% زي ما انت شايف اهو، المثلث الاحمر ده غارز في كتله زرقاء. تمام، تعال نشوف المنظر اللي قدامك ده، دوائر، يبقى دي كات سيكشن، والكات سيكشن الوحيد اللي عندي للاسكارس. طب يا ترى يا الفا هل ترى ده ميل ولا فيميل؟ هل انت شايف وجود لاي دايره كبيره بينها وبين دايره اصغر منها فراغ؟ كلا والف كلا وكل كلا على كلا، انا جاست شايف دوائر محوطه دوائر اصغر منها، وكمان الدايره اللي محوطه الدوائر الاصغر منها دي الغلاف بتاعها سميك زي ما انت شايف كده اهو. يبقى كده انت تجزم وتحلف بالله ان الشريحه اللي قدامك دي كات سيكشن في الميل. طيب الصوره اللي قدامك دي
صورة لأحد ديدان الشيستوزوما في ميل، هل هي منصماي ولا هيماتوبيام؟ الشكل اللي قدامك ده قوس متني من قدام ومن تحت مقفول، يبقى دي في ميل هيماتوبيام. وفي علامة تانية بتأكد لك كده انك زي ما انت شايف الخط الغامق ده بيبقى واخد لحد نص الدودة تقريبا، دي الفيميل هيماتوبيام. عرفناها ازاي؟ من اول حاجة الحجم بتاعها كبير، تاني حاجة ان الشكل بتاعها عامل زي القوس المتني من فوق والمقفول من تحت شكل حرف الباء الرقعة. تمام، الصورة اللي قدامك دي خلاص قلناها قبل كده، مثلث احمر كبير 100% البوستيريور اند بتاعت الاسكارس. عايز تتأكد بنسبة 200% هتلاقيه غارز في كتلة زرقاء، يبقى دي البوستيريور اند اوف اسكارس لامبريكويد. المنظر اللي قدامك ده من بره هتلاقي الشريحة عاملة زي الكرباج، من جوه هتلاقي المنظر اللي قدامك الكويلد ده هو. يبقى الموقع بتاع الشريحة دي من الاعراب هو الميل بتاع الترايكور استرايكورة، من بره كرباج ومن جوه كويلد، يبقى ميل ترايكور استرايكورة ما فيهاش اي صعوبة خالص. المنظر اللي قدامك ده ايه محله من الاعراب؟ انه رفيع وصغير واخد شكل حرف البي، يبقى المنظر اللي قدامك ده الميل بتاع الترايكنيلا اسبايرالس. بص للمنظر اللي قدامك ده كات سيكشن، هل يوجد دايره كبيره بينها وبين دايره تانية سبيس؟ لا، زي ما انت شايف جاست دايره سميكه محوطه عدد من الدوائر الاصغر منها، ده الكات سيكشن في الميل اسكيرس لامبريكويد. تعال نشوف المنظر اللي قدامك ده، المنظر اللي قدامك ده لو انت بصيت له من هنا عامل زي حرف الار الكابيتال، او لو انت بصيت له هتلاقيه برضو عامل زي دوره البايو، وكمان الدوده اللي قدامك دي صغيره. انا بشاور لك على اني دوده، بشاور لك على اللي كانت عامله زي حرف الار الكابيتال او دوره البايو الفيميل منصوماي. بص معايا للشريحه اللي قدامك دي، الشريحه اللي قدامك دي محلها من الاعراب انها رفع الشعر، تاني حاجه انها طويله، وتالت حاجة انها واخدة شكل القوس المستطيل اللي هو خط عمودي على خط عمودي على خط تاني. يبقى الشريحة اللي قدامك دي هي شريحة الترايكنيلا سبايراليس في ميل. عايز علامة فوق البيعة وهي علامة علمية تأكد لك ان دي ترايكنيلا سبايراليس، الاسوفيجاس بتاعها بيبقى سيليلر واخد تلت الدودة. تمام، مقتنع ان دي في ميل ترايكنيلا. المنظر اللي قدامك ده ما يلخبطكش ابدا بين حرف الار ده، هو شايف ده حرف الار، حرف ار او شكل الدورق بتاع البايو، اما ده القوس المستطيلي الترايكنيلا سبايراليس في ميل، ما يربطوش مع بعض اطلاقا. المنظر اللي قدامك ده فعل فاضح داخل الشريحه، ميل شيستوزوما حاضن في ميل شيستوزوما اللي هي شيستوزوما انكوبيوليشن. برضو المنظر اللي قدامك ده فعل فاضح داخل الشريحه، ميل حاضن في ميل، يبقى دي شيستوزوما انكوبيوليشن. المنظر اللي قدامك ده دوده كبيره واخده الشريحه كلها من بره وعملاقه، يبقى دي الفاشيولا جايجانتيكا، بتتعرف من بره الشريحه بسهوله جدا وغالبا مش بتنزل في الامتحان. المنظر اللي قدامك ده قلناه قبل كده الانتروبياس فيرميكولاريس، عرفنا ازاي ان شاء الله من قدام دبل بالبد اوسوفيجاس ومن ورا البوينت التيل. تمام، برضو المنظر ده احنا قلناه مره قبل كده اللي هو البوستيريور اند بتاعت الاسكارس لامبريكويد، مثلث احمر كبير، يكفي بنسبة 100% ان دي تبقى شريحة بوستيريور اند بتاعت الاسكارس. طب بنسبة 200% انك بتلاقي المثلث الاحمر ده غارز داخل كتلة زرقاء. تمام، المنظر اللي قدامك ده قوس او هلال، يبقى الميل بتاع الشيستوزوما هيماتوبيام هيماتوبيام هيماتوبيام. ما تنساش الميل بتاع المنصوماي السنة دي لا محل له من الاعراب في الامتحان العملي. طيب المنظر اللي قدامك ده حرف به الرقعة، القوس المتني من فوق والمقفول من تحت، يبقى على طول دي الفيميل شيستوزوما هيماتوبيام. وزي ما انت شايف الخط الاحمر الغامق اللي بطول الدوده واخد لحد نص الدوده تقريبا، مش مكمل لحد اخرها. برضو المنظر اللي قدامك ده باء رقعه، يبقى الفيميل بتاعة الشيستوزوما هيماتوبيام. المنظر اللي قدامك ده شايف دايره سميكه محوطه دوائر صغيره ومفيش سبيس بينها وبين دايره تانيه براها، يبقى المنظر اللي قدامك ده مليون في المية حتما ولا بد وينبغي ان يكون كوت سيكشن في الميل بتاع الاسكارس. برضو كوت سيكشن في الميل بتاع الاسكارس، نفس المنظر برضو الدايرة السميكة اللي محوطة عدد اصغر من الدوائر ومفيش سبيس. مقتنع الكلام؟ تمام، المنظر اللي قدامك ده بقى زي ما انت شايف دايرة رفيعة محوطة دايرة اخرى وبينهم وبين بعض سبيس، يبقى دي مليون في المية بل مليار في المية ينبغي وحتما ولا بد ان تكون
كات سيكشن في الفيميل بتاعة الاسكيرس. المنظر اللي قدامك ده ايد الشبح او رجل الفرخة او فروع الشجرة الكوبيولات ريفيرسا بتاعة الانكليستوما ديودينال. اهو شايف عاملة زي ايد الشبح او رجل الفرخة، يبقى على طول دي الكوبيولات ريفيرسا بتاعة الانكليستوما ديودينال. بص معايا للمنظر ده، المحل الاعرابي بتاع المنظر اللي قدامك ده انه من بره عامل زي الكرباج، طب ومن جوه كويل، يبقى على طول ده الميل بتاع الترايكولس. برضو دي البوستيريور اند بتاعة الاسكارس لامبريكويد، برضو ده الترايكولس كويلد ومن بره كرباج، يبقى على طول ده الميل بتاع الترايكولس. بص معايا للمنظر ده، دايرة فاتحة متحوطة بجسم غامق، يبقى ده البقة الكبسول بتاعة الانكليستوما ديودينال. تاني دايرة فاتحة متحوطة بجسم غامق، يبقى دي الانتيريور اند اوف انكليستوما ديودينال. بص معايا للمنظر ده، ايد الشبح او رجل الفرخه، يبقى على طول دي الكوبيولات ريفيرسا بتاعه الانكليستوما ديودينال. بص معايا للمنظر ده، شكل الجبل او حرف الام اللي من تحت بيبقى تخين وكل ما بيطلع لفوق عمال يبقى رفيع، ويوجد فراغ في مقدمته، يبقى دي الانتيريور اند اوف اسكارس لامبريكويد. هل تلخبطك بين الانتيريور اند اوف انكليستوما كلا والف كلا وكل كلا على كلا؟ ليه؟ لان دي البقه الكبسول بتاعتها دايره فاتحه متحوطه بجسم غامق وكمان رفيعه. اما بالنسبه للانتيريور اند اوف اسكارس زي ما انت شايف، حرف الام اللي قدامك ده او الجبل اللي من تحت بيبقى سميك وكل ما بتطلع لفوق عمال يبقى رفيع، وفي مقدمته فراغ يشبه بق السمكه، يبقى على طول ده الانتيريور اند اوف اسكارس. اما الثانيه المنظر ده على طول البقه الكبسول بتاعه الانكليستوما ديودينال. المنظر اللي قدامك ده برضو حاجه عامله زي الجبل، من تحت سميكه ومن فوق بتبقى رفيعه، وزي ما انت شايف بق السمكه اهو، يبقى على طول دي الانتيريور اند اوف اسكارس لامبريكويد. دي حاجه غامقه بنشوفها من بره الميكروسكوب، واخده شكل القلب هيباتيكا بالاتش، واخده شكل الهارت بالاتش، يبقى دي الفاشيولا هيباتيكا. بص معايا المنظر ده، اكيد انت حفظته وعايزني اعديه، ولكن اقوله لك تاني، كرباج من بره ومن جوه كويل، يبقى المحل الاعرابي للمنظر اللي قدامك ده الميل بتاع الترايكولس. بص معايا للمنظر اللي قدامك ده، المنظر اللي قدامك ده شكل قوس او حرف سي او هلال، والجزء القداماني بتاعه رفيع وبعدين جسمه عمال يتخن، يبقى المنظر اللي قدامك ده الميل بتاع هيماتوبيوم ولا مانسوناي؟ لو قلت ميل مانسوناي تودينا انا وانت السجن، لا ده الميل بتاع الهيماتوبيوم، ميل المانسوناي ملوش محل من الاعراب في امتحان العمل السنه دي. طيب نشوف الشريحه اللي بعد كده، اهو شكل حرف الباء الرقعه اللي من فوق متني ومن تحت قوس مقفول، يبقى على طول ده الفيميل بتاعه الشيستوزوما هيماتوبيوم. ودي الانتروبيوس فيرميكولاريس اتحفظت علامه من قدام بحرف الدي دبل بالبد اوسوفيوس، علامه من تحت بحرف الدي برضو دبوسيه، يبقى دي الانتروبيوس فيرميكولاريس فيميل ادلت. المنظر اللي قدامك ده حاجه برفع الشعره وصغيره واخده شكل حرف البي، يبقى على طول الميل بتاع الترايكينيلا سبيراليس. المنظر اللي قدامك ده حرف ار او شكل دور البايو الفيميل بتاعه الشيستوزوما مانسوناي. المنظر اللي قدامك ده حاجه برفع الشعره واخده شكل لولبي وطويله، يبقى المنظر اللي قدامك ده تحلف له بالله ان الشريحه دي الفيميل بتاعه الترايكينيلا سبيراليس، شكل لولبي او شكل حرف الاس ورفيعه برفع الشعره، واخر حاجه خالص انها طويله، يبقى على طول دي الفيميل بتاعه الترايكينيلا سبيراليس. المنظر اللي قدامك ده خطين متوازيين، لو انت دققت قوي هتلاقي مستطيلات متوازيه جوه الشريحه، يبقى المنظر اللي قدامك ده الفيميل بتاعه الترايكولس ترايكور، وعندنا علامه من بره انها من بره بتبقى واخده شكل الهلال قليلا، يبقى تاني الشكل ده المحل الاعرابي بتاعه بعرفه من بره بلاقيه واخد شكل هلال، من جوه بلاقي خطين متوازيين، ادي خط وادي الخط التاني، وبداخلهم لو انت عندك عين صقر هتقدر تميز ان فيه خطوط او مستطيلات متوازيه، دي مستطيل ودي 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 مستطيل اكسترا اكسترا. ده الشكل اللي قدامك ده الفيميل بتاعه الترايكولس ترايكور. المنظر اللي قدامك ده دويره باهته متحوطه بجسم غامق، يبقى على طول البقه الكبسول بتاعه الانكليستوما ديودينال. بس كده خلصنا الصور، رجعنا تاني للادلت بتاع الاكتينوكوكس جرانيلوزس، وعرفنا انه راس ورقبه وثلاث سيجمنتات.
وكده يكون فيديو الأدلت خلص. أتمنى أكون أفدتكم، وربنا يوفقكم إن شاء الله وبالتوفيق.